بعدين قالوا له قال ابي اتزوج اسمع القصه خلي يحضر هذه لطيفه من اللطائف قال ابي اتزوج قالوا له خلاص الرؤيه الشرعيه اسمها فتنه قال ابي اشوفها هو وزنه 150 ما ياكل الا تبود القعدان والسنام والفقار ما شاء الله وسبع بيضات قبل الفطور وثمان في العشاء المهم وزنه 150 لما شاف اللي بيتزوجها لقى وزنها 50 ما تاكل الا على راس الشوكه وبالملعقه يعني اندومي الجيل الجديد هذا يبي يعتذر منها فعطى اخوها الورقة ذيك وقال انا ما بتصلح لي انا بروح المستشفى انا كبير سن بها تشيلني ابي احد يشيلني لكن هي طريفه فيقول عطى اخوها ورقه وكتب له شاعر المعذره عسى العوض في المقابيل دب ونحيفه لا مشينا في شيله كيف تشليني في المستشفى ولا غيره ما تبي يروح قال تعود لا تعتذر من فرق الاوزان يا الفيل عفريته تددسن شيل التراله تعال تعال ابشيلك في المستشفى ابشيلك عفريته تددسن تشيل التراله ابوديك ابشيلك هذه اللي هي من اقول لك اللي هي قضيه بعض الناس الذين يعني يشفون بالرؤيه الشرعيه.